استاذ. تحت امرك يا باشا. مع سيادتك يا فندم. مع سيادتي على فين؟ ما ينفعش، ما انا لازم امن كل مكان لسيادتك. اللي ما ينفعش انك تدخل هنا. طيب سيادتك هتقعدي قد ايه جوه؟ يوه انتظر سيادتك. لو سمحت يا كابتن. يا فندم. هما يفضلوا واقفين كده؟ هما هيروحوا فين يا فندم؟ ما ينفعش يتفرجوا على الكلاس كده. شوفي سيادتك، دول لا بيشوفوا ولا بيسمعوا أي حاجة ما تخصش أمن سيادتك. فممكن سيادتك تدي الكلاس وتبريهم مش موجودين. سيادتك يلا everybody energy 4 5 6 7. انت تبقى لي في توقات تتحامي فيهم؟ سيادتك انا ظابط مش في توقات. حصل لنا الرعب العظيم. لا خوفتني. وهو في ايه يا جماعه؟ الموضوع على فكره مش مستاهل كل ده. مستاهل او مش مستاهل، الموضوع ما يخصكش اصلا. لا يا فندم يخصني. وبعدين ده كان سوء تفاهم وخلص خلاص. خلص بالنسبه لك، انها بالنسبه لي لا. يا شاطره القلم هديهولك 10 سواء كان حضره الظابط موجود او مش موجود. طيب شوف سيادتك تقدر تعمل ايه واعمل. اتفضل يا سيادتك. هو ايه موضوع الارقام اللي بسمعه من الصبح ده؟ كود بنديه للاماكن اللي بنعدي عليها خاص بينا سيادتك. الو، بقى اليوم ولا اتاخر فيه شويه؟ اسمع فيه انك بقيت شخصيه مهمه. ايه مرغوب تامين؟ ايه مش هينفع اشرح لك على التليفون. ها انا مستنياكي، لازم تشوفي بعينك. لا اعدي عليك النهارده كده صح. يلا باي باي. تعالي بقى احكي لي خناقه هند مع هيثم. الشريف باشا بيسأل سعادتك إذا كنت طلبت يعني بالتليفون دي رجلي. إيه؟ إذا كنت طلبت بالتليفون دي رجلي. أنت بتقول إيه؟ أشرح لك. في واحد جه وراكب لمؤاخذة موتوسيكل وجايب معاه أكل لمؤاخذة وبيسأل لمؤاخذة على سعادتك. فالشريف باشا قال لي لو سمحت يا عاطف روح اجري اسأل أنسة نورهان إذا كانت طلبت بالتليفون دي رجلي.
ديليفري. مظبوط، بس انا شاكك انه عيل من بتوع توصيل الطلبات للمنازل. شاكك؟ طيب انا هجيب فلوس ونازله. اتفضلي. ومال بطاقتك متبهدله كده؟ ما تتبهدلش ليه يا باشا؟ اذا كنت انا نفسي متبهدل انت هتهرج يالا ولا ايه؟ هرج ايه بس يا سعاده الباشا، انا بفضفض. خلاص يا فتحي بيه، خلاص بيهرج يا شيف باشا. صوتش. قول لي بقى يا شبان احمد بدر، ده بقى الاكل تاني يا باشا؟ والله العظيم ده الاكل، ولا ان شاء الله اطفحه. وده اكل بقى ده ولا قنابل؟ هو مش سعادتك انت هتهرج تاني ولا ايه؟ قنابل ايه بس يا سعاده الباشا؟ جرايه بهوات. هو العنوان ده فين؟ في العراق؟ لا في مصر فعلا. والكلاب اللي بره دي كانت هتقطع الاكياس اللي معاك، يبقى اكيد بقى فيها قنابل. دي فراخ ودول كلاب، يبقى لازم الكلاب تهوهو على الفراخ. انا لا اعرف يا باشا، كنت جبت لكم خاص. شريف باشا، الانسه نورهانا يا فندم. ماشي. قلت لي بقى ده الاكل تاني يا باشا. في ايه؟ هو انت سيادتك طلبتي دليفري؟ الفراخ سعادتك. طب مش كنت تبلغيني يا فندم؟ ما هو انا ما يجراش حاجه. خد يا شباب روح. طب الحساب سعادتك وامشي على طول. لا امشي وخد الحاجه معاك. ما ينفعش يا باشا، بما ان الاوردر انضرب يبقى لازم الحساب يندفع. انا طالبه الاكل ده فعلا. طبعا اذنك. بص يا خدامك شبان. شبان بص يا شبان، لو خدت الاكل ده الكلاب، شايف الكلاب اللي هناك دي؟ هي اللي هتاكله. تعرف بقى تحاسب الكلاب؟ يا سبحان الله يا باشا. الاوردر ده اكيد مش في المكان ده خالص. انا خدت عنوان الفيلا دي غلط. استاذن يا باشا. جدع يا شباب. ده الغدا بتاعي. سلام يا مدام. انت ازاي تسمع؟ لو سمحت لو الغدا بتاع سيادتك بيجهز جوه، انت مش محتاجه دليفري. اتفضلي. نعم اتفضلي. اخرش يا عاطف. انا طلبت عاطف بالاسم في العمليه دي، لان كان بيشتغل مساعد طباخ على مركب سياحي من بتوع النيل. شكرا يا عاطف. لاني لما قريت الفايل بتاعك لقيت ان معظم اكلك من بره البيت، من ضمن عمليه تامينك تامين اكلك. انا ما اضمنش الاكل اللي من بره ده يبقى فيه ايه. اتفضلي حضرتك كوريا. اتفضلي. بعد كده ممكن تدي عاطف فلوس وتطلبي مني اللي انت عايزاه، هو هنا عشان كده. هو ما تحاسبيهوش على غدا النهارده، انا اللي عازمك. ميرسي. يا حبيبتي. تمر بحاجة تانية يا فندم؟ ميرسي. نور، دي الحكاية باين عليها بجد. ده لو وقفوني ربع ساعة بره وفتشوا الشنطة وسينو وجيمة، وإيه اللي بيحصل بالظبط؟ هو اللي هناك ده اسمه فتحي، ده نقيب، اللي جنبه بقى ده شريف. ثبت أسعد النهاردة تثبيتة. بس ده باين عليه لطيف قوي. يعني اللي جنبهم بقى المجموعة دول حراسة القصر، واللي جنبهم حراسة العربية. أو طبعًا ده الكلب. يا خفة والله بقيتي مهمة يا نور، طباخ وسواق وحراسة. الله أكبر من عينيكي. بصي يا نور، طبعا انتي مؤمنة وعارفة ان الحسد موجود ومذكور في القرآن. طبعا عشان كده مش عايزاكي تزعلي مني اما نشك عين. معلش اتأخرت عليك. هنا صباح الخير. صباح النور. أنا سنور. أفندم سيادتك كنت فين؟ في الشارع. في الشارع تعملي إيه يعني؟ بجري. من إمتى الكلام ده؟ 7 الصبح. وإزاي تخرجي من غير ما تقولي لنا؟ عادي عادي؟ عادي إزاي؟ وبعدين ما أنا مزروع هنا من 6 الصبح، ما شفتكيش ليه؟ لا ما أنا خرجت من الباب اللي ورا. الباب اللي ورا؟ يا عاطف. تمام يا فندم. قوم رمى، شوف الباب اللي ورا ده مين اللي واقف عليه. يلا. سيادتك ليه ما قلتليش على موضوع الجري ده من الاول؟ اولا انا ما بجريش كل يوم، ثانيا هو ايه اللي حصل يعني لكل ده؟ اللي حصل ان احنا كان لازم نعرف سيادتك. لا انا حاسه ان الموضوع هيبقى تحديد اقامه مش حراسه. انا مستحيل اتحرك بالطريقه اللي بتطلبها مني دي. يا انسه نورهان، شريف متضايق عشان مصلحتك. مصلحتي انا عارفاها كويس، بس الكابتن مش واخد باله انه بيأيد حريتي، ودي حاجه مستحيل اسمح بيها. تمام سعادتك. انت واقف على الباب ده خدمه ولا جايبينك نفسحك؟ خدمه سعادتك. امال الواقف بتتقطع حاجه ولا مسطول؟ خرجت ازاي وانت واقف؟ فهمني. لا ما هو ساعه ما انا خرجت هو ما كانش موجود. يعني كمان كنت سايب الخدمه؟ كنت في اي داهيه؟ كنت في الحمام سعادتك. ومن امتى بتروح الحمام وانت في الخدمه؟ معلش سامحه علشان خاطري يا كابتن. انا مش كابتن، مش كابتن، انا ظابط ودول عساكر، واحنا هنا عشان نامنك بجد مش بنهزر سيادتك. شريف
من فضلك تفضلي سيادتك جوه، واي اوامر او مشاوير او جري بيبلغينا بيها سيادتك. طب انا عاوز اروح الملجأ دلوقتي. الملجأ ميعاده بالليل سيادتك مش دلوقتي. اتغير الميعاد، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع سيادتك، اجهزي واحنا جاهزين. تعالى لي يا فالح. انت والله ما جايب لكم حاجه المره دي يا باشا، انا كنت ماشي في حالي. تعمل ايه هنا؟ يلا بدلوا الارض على الارض يا باشا. طب يلا يلا اخش. يلا حاضر. يلا امشي. حاضر. يلا احنا على فين يا باشا؟ دار رعايه الايتام. احفظ بقى، حد وثلاث وخميس دار رعايه الايتام من 6 ل 9 زي السيما يعني. عاطف مظبوط، سعادتك زي السيما بالظبط. بس انا شاكك ان النهارده ميد نايت. انزل عاطف. معلش يا باشا. معلش يا باشا. بص دماغ عاطف. ماشي يا باشا. على فكره بابا من مؤسسين الدار هنا، وعشان كده انا في مجلس الاداره، وهي الدار دي وبس. ده اسس اكتر من 7 مشاريع خيريه الله يرحمه. بس انا ما اقدرش على شغلهم كلهم يا طنط. كفايه عليكي هنا، الاطفال هنا بيحبوا نور وخصوصا فرح. كابتن بتكلمك. تمام يا فندم. طبعا طبعا سيادتك. انا سنور، الاوتوبيس جاهز بره. طب يلا خدي فرح وسبقيك. بعد اذنك بقى يا طنط. مع السلامه حبيبتي. يلا باي باي. احنا رايحين على فين يا فندم بعد اذن سيادتك؟ عاملين رحله للاولاد. وفين الرحله دي يا فندم؟ الملاهي. ملاهي؟ ملاهي ايه؟ ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ أأمنك ازاي هناك؟ عادي. عادي ازاي؟ دي ملاهي مولد يعني، أمنيا ما ينفعش. اصبر بس. اصبر ايه؟ الرحله دي لازم تتلغي. تتلغي ازاي؟ الأولاد بقالهم شهر مستنيين الرحله دي. وما قلتليش ليه على الرحله دي من الأول؟ بتورطيني؟ مش متفقين تقولي على كل حاجه من الأول؟ سيادتك. خلاص بقى يلا. يلا ايه؟ مفيش يلا، الرحله دي لازم تتلغي. بينا الشفه وضمهم ساعات. طب يلا استعجل. حاضر. بسرعة. خايف فتحي. لا مش عارف هرجع انت. طيب فتحي امن الناس اللي عندك وتوكل انت على الله، بس ما تطولش في الادارة يا فتحي. تمام ماشي يلا سلام. نورهان ما تخرجش منه، فاهم؟ أوامرك يا باشا.
ما انا عارف. ما قلتيش ليه سيادتك؟ يعني ما بترديش على التليفون ليه سيادتك؟ ما سمعتوش، بعدين الناس كلها كانت بتصرخ. وركبت البتاعة دي من غير ما تقولي لي ليه؟ هقول لك ليه. احنا في الملاهي والبنت كانت عايزه تلعب اللعبه دي. ما ينفعش كده سيادتك، كان لازم تبلغيني وانا اقول لك اذا كان ينفع ولا ما ينفعش. على فكره انت بتحرسني مش قابض عليا. اه مظبوط، بس احنا بنعمل كده عشان خاطر عمك، قدم خدمه كبيره للبلد ودي مسؤوليتنا، واعتقد ان سيادتك لازم تشيلي معانا المسؤوليه دي. والله هو انا كده بقى. وبعدين اتعب حضرتك شويه، لان اللي انا فاهماه ان حضرتك موجود هنا عشان انا استريح مش عشان حضرتك اللي تستريح. لا لا لتمسات يلا. ستة وتلاتين وصول، ستة وتلاتين وصول. ايه؟ ايه اللي حصل؟ مفيش. مفيش ده ايه؟ استنى يا عم انت. معقول شريف في حد في الدنيا يعمل كده؟ امال كنت عايز نعمل ايه يعني؟ ولا تعمل اي حاجه يعني؟ كان هيبقى كويس لو جرى لها حاجه. الله، ما حصلش حاجه يا ابني، رحت لقيتها سليمه وزي الفل وبتلعب. يبقى خلاص بقى تلم الدور كده وتخليك شاب لطيف. لكن ازاي؟ لازم طبعا تشد عليها وتسمعها كلمتين، تلاقي كان في ثلاثه اربعه واقفين شافوها وهي بتتهزق. ثلاثه اربعه يا ام فتحي؟ ده الملاهي كلها كانت بتتفرج كمان. والله انت مفتري يا اخي، عايز تهزقها قدام الناس كلها ومش عايزه تزعل. والله حصل بقى ما حصل بقى. والله انت ما عندك دم. تروح فين؟ الحقها قبل ما تنام. اقعد بس اقعد، نبقى نصالحها بكره. اه يا عم التقيل انت الرحمه مش كده. اقول لك خليك انت قاعد. مين؟ انا فتحي يا فندم. يا ترى حضرتك صاحي ولا نايم؟ انا صاحي يا كابتن. كابتن انا بس كنت عايزك في كلمه واحده كده. اه انا نازله لك. بالنسبه لروهان حضرتك بالنسبه لنا مجرد شغل وبس، وشريف اختاروا لي المهمه دي لانه ظابط كفء، ظابط زي ما الكتاب ما بيقول يعني. وهو الحقيقه اتصرف معاكي بشكل مثالي جدا، او بمعنى اصح انت بالنسبه له الهدف المرغوب تامينه. اوكي، بس ده حتى ما اعتذرش عن اللي عمله. هو شريف كل اللي كان بيسيطر عليه ساعتها انه يحافظ عليك ويامنك. الراجل كمان عايز يقوم بشغله، عشان كده ما تستنيش منه اي اعتذار، لانه عمره ما هيفكر يعتذر لك، والمفروض كمان انه ما يعتذرش. انا اسف على فكره عشان زعلت لك يعني في الملاهي. انا اسف جدا يا نسر روهان، ولا كانك سمعتي مني اي حاجه خالص. تعرف الواحد بالليل ساعات بيقول كلام غريب كده. وعلشان اكد لك اسفي، في مفاجاه علشانك. انا اخدت اذن من الاداره انك تكلمي عمي سيادتك. الو الو. ايوه ايوه يا عمي، ازيك؟ ازيك انت يا حبيبتي؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ هو ايه اللي بيحصل؟ خير؟ خير ان شاء الله، بس مش هقدر اكلمك كتير دلوقتي. الناس اللي عندك دول امن عليكي مني في الوقت الحالي. اسمعي كلامهم. حاضر، بس انت طمني عليك. لا انا كويس ما تقلقيش، وحابب اتصل بيكي بعدين. لا اله الا الله محمد رسول الله. على فكرة من بكرة كمان الصبح هيكون في نظام جديد خالص للحراسة، مش هيحسس سيادتك بأي خناقة. ميرسي. عليه سيادتك، لو عايزة سيادتك تتصلي بحد تاني أو حاجة. لا ميرسي جدا. سيادتك لو محتاجة أي، لو أي محتاجة حاجة حتى في المرور، حتى أي حاجة سيادتك لو عايزة. ميرسي ميرسي، بس أنا فعلا كنت محتاجة أكلم عمي. ما هو أنا حسيت إن سيادتك نفسك تكلمي. تلاتة لموني يا عاطف بعد إذنك. يا عاطف اثنين بس. شوف روح شوف ال اثنين. يا عاطف واحد بس يا عاطف. هاي ماهر، صباح الخير. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله انا كويسه. المهم انت قولي لي، ما كلمتنيش امبارح تحكي لي. ما حصلش حاجه يعني. ما حصلش حاجه. يا سلام. طب عيني في عينك كده. طبعا.
طب باي بقى. انت مش هتغيري؟ لا بس هروح مشوار صغير كده وجاي على طول. طب اوكي. احمد الايروبيك فوق انت. علي استنى بره. لو سمحتي حضرتك بالظبط. اتفضل. كنت اسال بس على الاجراءات علشان عين حراسه زي نور. نعم. طب هوضح لحضرتك بس هو حضرتك يعني فاضي الفتره اللي جايه؟ عايزه حراسه زي نور. بص خش المسابقه 0800 0800 وهم هيشوفوا.